السلام عليكم طلاب الصف الثاني الثانوي، معكم مسيو جميل. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض في الدرس الثاني من الوحدة الأولى. الوحدة الأولى بعنوان لو كلاب دي سيتادان، ومعناها مجموعة أو نادي سكان المدينة. هنشوف النهاردة اللي هو ليسون دو، الدرس الثاني اللي هو بعنوان أنديكي أنيتيني غير. أنديكي بمعنى يوضح أو يحدد أو يشير، أنيتيني غير اللي هو خط السير، يعني يحدد الاتجاه أو يحدد خط السير. الدوس ده المفروض لما نخلصه نبقى عارفين الحاجات النقاط ديت. اول حاجه ليو دو لا فيل، يبقى نبقى عارفين اسامي الاماكن بتاعه المدينه. تاني حاجه ليز ادجكتيف نيميرو اوردينو، نعرف صفات الاعداد الترتيبيه، يعني نعرف نقول اولا وثانيا وثالثا والحاجات دي بالفرنساوي. تالت حاجه لامبيراتيف، لامبيراتيف معناها الامر، ازاي نصيغ الفعل في صيغه الامر. كمان في النهاية عندنا انديكي انيتيني غير، ان احنا ازاي نحدد الطريق الخط السير او نشير للطريق. تمام. طب دي اللي هي الاهداف بتاعة الدوس التاني. هنبتدي النهاردة مع الفوكابيلير، الكلمات الخاصة بالدوس التاني. اول حاجة عندنا النوم ماسكولان، الاسماء المذكرة. كالعادة هقرأ الاسماء الفرنساوي وانت تابع المعنى بالعربي. اول كلمة انيتيني غير، ان ايتيني غير، un cinéma, un cinéma, un café, un musée, un théâtre, un zoo, un parc d'attraction, un parc d'attraction, un restaurant, un restaurant, un hôtel, un hôpital, un aéroport, un aéroport, un stade, un bureau, un bureau de poste, un bureau de poste, un piéton, un passant, un étage, un lieu, un pont, un chemin, un coureur, un courir, un emploi du temps, un retour, un bruit, un bâtiment, un immeuble. ايمابل. طبعا دي كلها اسماء مفرده. تمام. طب نشوف بعد كده اللي هي النو فيمينا، الاسماء المؤنثه. الاسماء المؤنثه اول كلمه معانا اون بيسين، اون بيسين، اون غار، اون غار، اون ستاسيون دو مترو، اون ستاسيون دو مترو. ناخد بالنا ان غار محطه قطار، إنما استاسيون دو مترو اللي هي محطة المترو. إن باتينوار، إن باتينوار، إن فان، إن فان، إن بانك، إن بانك، إن رو، إن رو، إن باتيسري، إن باتيسري، إن فارماسي، إن فارماسي. طبعا ال PH اتنطقت F، قلنا فارماسي. بعد كده إن ليبراري، إن ليبراري، إن بيبليوتيك، إن بيبليوتيك. طبعا البيبليوتيك بيقصد بيها المكتبة الموجودة في المدرسة أو الجامعة أو هكذا، إنما اللي هي ليبراري المكتبة اللي بنشتري منها الكتب. تمام؟ نعرف الفرق بينهم. بعد كده إين جورني،
une journée, une arrivée, une arrivée, une semaine, une course, une catastrophe, une position, طبعا الاس اتنطقت زد عشان بين حرفين متحركين، قلنا position. في النهاية des vacances، ودايما الكلمة دي جمع اخرها اس، تمام؟ بس جمع مؤنث، ناخد بالنا منها. بعد كده عندنا الفيرب، الافعال. اول فعل معانا pratiquer، faire، connaître. الأ إي بيتنطق إي فبينطق connaître. بعد كده expliquer. venir. situer. تمام. passer. dépasser. ناخد بالنا من الفرق اللي بينهم. doubler. continuer. proposer. ليه سيت نطق الزد عشان بين حرفين متحركين. هنا traverser. utiliser. indiquer. se trouver. arriver. tomber. marcher. participer. يبقى participer بيجي دايما معاه حرف الجو او. s'arrêter. طبعا ده فعل ذو ضميرين مسبوب بالسو، عشان مسبوب بالسو ابوستروف عشان بادئ بحرف الفويل، تمام؟ اللي هو حرف متحرك. لو احنا حوشنا الاس ابوستروف arrêter لوحدها بمعنى يوقف، انما s'arrêter اللي هي فعل ذو ضميرين معناها يتوقف، تمام؟ بعد كده conseiller. في النهاية chercher. بعد كده عندنا اللي هي الأدجكتيف، الصفات، الأدفيرب، الظروف، إكسبريسيون، والتعبيرات. أول حاجة معانا وهي فاسيل. ديفيسيل. أو ديبي. à la fin. ici. là. d'abord. ensuite. tout le monde. tout le monde. passer devant. احنا عارفين ان passer بمعنى يمر، ودوفون بمعنى امام، فيبقى يمر للامام يعني يتخطى او يتجاوز. بعد كده faire attention. dernier الاخير. dernier لو حشنا، لو حطينا اكسون على الاو وحطينا او في النهايه اللي هي بالشكل ده هتبقى معناها الاخيره، تمام؟ نكمل شاك. توت. Pendant, avant, tout droit. ناخد بالنا من الكلمة دي عشان كانت مكتوبة في الحصة بتاعت الحروف الجو، كانت مكتوبة فيها غلط، فهي هنا tout droit معناها على خط مستقيم أو طوالي أو على طول. tout droit. بعد كده puis. jusqu'à. Après, mais, inverser les rôles, ouverte. وحطينا الـ E هتبقى ouverte. من غير الـ E هننطق لحد الـ R بس، تبقى ouvert. تمام؟ وكده يبقى دي كلمات الدوس الثاني المفروض نحفظها كويس. لو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.